بسم الله توكلت على الله. اليوم نوريكم الطريقه الصحيحه باش تسخو اللوز باش كيولي عقده. دابا هنا عندنا الماء راه هو غليان، كنقطو على حسب كل واحد شحال يدير. انا اليوم ندير 500 غرام، كنخليو الماء حتى كيغلي. فاش كيغلي كنكبو عليه اللوز، كنكبو عليه ديك اللوز، كنردوه يتسلق تقريبا ديك 5 دقائق. هو اللوز من بعد ما تسلق، راه هو تسلق نتوما. دابا غادي نصفيه عليه ديك الماء، كنصفينا عليه ديك الماء، كنصفيه في الشبكه وكنقبطو بانيو كنديرو فيه الماء بارد، ولا دافي ماشي مشكل. المهم هذا كنبقاو نديرو له هكا يتغسل مزيان، مكتبقاش فيه ديك الحموره. كنعاودو نصفيو هاد الماء، حنا كنصفيوه، حنا غسلناه مزيان وصفيناه، صفينا عليه ديك الماء. حنا دابا غادي نفركوه. احنا كنقيوه، من بعد ما كنقيوه كنعاودو نغسلوه الا كنا غادي نديرو به الكعبه. الا كنا غادي نديرو به الكعبه فاش كنفركو اللوز كيتنقى، كنغسلوه وكنديروه في شبكه حتى كيقطر. من بعد ما كيقطر كنبيتوه منشور، اولا بحال دابا درناه في الصباح راه حتى الغدا عاد كنطحنوه. المهم خصو يبس مزيان، ينشف. كنفرشو زويف بيض بيض وكنشروه وكنخليوه كينشف. الان نكملو تحضير عجينة اللوز باش كيجي العقدة فانيلا، ما كتجيش حرشة. عندنا حنا قطو خلاط الكهربائي، غير الخلاط اللي غادي نطحنو به خصو الموس ديالو يكون ماضي، لحقاس بعض الناس كيقولك بدي راه العجينة ديال اللوز كتخرج لنا حرشة. راه غير شوف الطريقة اللي كيديروها، واللوز خصو ينشف مزيان. هانتوما تشوفوه هو ناشف. اللوز ماشي غير تفسخيه ديك الساعة تسلقيه وتنقيه وتقولي نمسحو بزويف وراه غادي ينشف، لا خصو ينشف من الداخل. الحبة ديال اللوز خصها تنشف من الداخل، لحقاش فاش كتكوني عاد ديك الساعة سلقتيه كيبقى فاسق من الداخل. راه تقريبا 24 ساعة هو كينشف، وكل ما نشف اللوز وقت طويل راه كتجي الغبرة ديالو رطبة. والطحانة من الأحسن يكونوا الماس ديالها ماضيين مزيان، وتكون الطحانة مزيانة باش يجيكم عقدة كما تبغيو. راه ماشي غير طحنا ولا جوج، راه هما كيكفيونا باش نحصلوا على عجينة اللوز رطبة مزيان. خصنا نطحنوها ونعاودو. هنا الا كنتي تطحنيها في الدار راكي خصك تعطيها الوقت باش ما تجيكش حرشة. طحني وعاودي وطحني وعاودي، وما ديريش اللوز كتير. يعني فاش تبغي طحنيه ماشي ديري اللوز بزاف تعمري الطحانه، ديري غير شويه بشويه. هانتوما حنا دابا رطبناه، ولكن غادي نعاودو في ميكسور اخر. واخا طحنت في هاد اندو تروا راح نعاود ثاني غادي نطحن في طحان اخر. صفتوها للزنقه ولكن زعما يكون حسن وحسن. الا كان قريب لكم المطحنة الزنقه راه احسن. هنا كما قلت لكم راه عندنا 500 غرام ديال اللوز كنديرو فيها. دابا الطحنه الاولى هذا كنقول لكم على الطحين تاع الدار، الا كنتو غادي تطحنوها في الدار. هذه الطحنه الاولى راني كنطحنها بلا سنيده. عندنا هنا 500 غرام ديال اللوز كندير فيها 250 غرام ديال سنيده،
ولكن الطحنه الاولى راه كنطحنها بلا سكر، هانتوما كتشوفوا. كتحتاج الحاجه فاش كديريها في الدار كتحتاج واحد شويه ديال الوقت. هانتوما راه رطب. كنقول لكم فاش تسلو اللوز ان ينشف مزيان، راه الا كان فازك راه ما تيجيناش رطب. وكل ما خليتو اللوز كينشف راه فاش تغسلو اللوز وتغسلوه وتنشروه راكم واخا تخليوه حتى يومين ولا 3 ايام راه ما تخافوش. الا كان البرد، الا كان الصيف لا، الصيف عنده 24 ساعه، في الصيف 24 ساعه ما يفوتهاش. 24 ساعه خصك تجمعيه، ما تخليه للثلاجه ولا طحنيه. دابا بالنسبه لهذه توجيها في الدار، اما الا كانت تديها للزنقه ما كتحتاجش هاد الوقت كامل. ها نتوما ها هو اللوز ديالنا، حنا درنا هنا، حنا غادي نزيدو عليه ديك 250 غرام تاع السكر تاع سنيده، غادي نزيدو عليه اللوز دائما كيحتاج المسكه، غادي نزيدو عليه واحد نص معلقه ديال المسكه. هنا راه عندنا الزهر، عندنا الزهر انا دابا غادي نبدا نطحن، وغادي نزيد غير شويه د الزهر شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه كيما باغيين. هانتوما ها حنا دابا حصلنا على العجينه ديال اللوز اللي بغينا. هانتوما راه رطبه، راه رطبه، يمكن لك تخدمي بها اي حاجه بغيتيها، تخدمي بها الكعبه، تخدمي البريوه، تخدمي لي بتي فور، اي حاجه باللوز، غريبه الملوزه، اي حاجه يمكن لك تخدميها بها. غير كل حاجه واش كنضيفوا لها في المقادير. الكعبه عندها مقادير، المحنشة مقادير، كل يعني كل حاجه، ولكن هذا هي العجينه الرئيسيه نتاع الكعب نتاع عجينه اللوز. اي حاجه بغيتي تعجنيها باللوز.
اش الاخت اللي كانت قالت لي فاش كتخدم العجينه ديال العجينه ديال اللوز كتبقى لها ليدان، انا كنوريها هي زعما الا شافت احنا رجعنا ها نتوما هي ما كاين فيها لا ليدان لا والو، لحقاش ما زدتها لا زبده لا حتى شي حاجه. هي دابا هكا كنكونوا حصلنا على عجينه اللوز، يمكن لك تخدمي بها اي حاجه.